انتبه وبسرعة بقى وافهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم معانا في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. انديكال كارد دي معانا اللعبة اسمها انديكال كارد. نخش لعبة انديكال كاردس، هي لعبة التشابه. هعلمكم ازاي بتلعب. هي مكونة من 55 ورقة وبتلعب من 2 لـ6، وده اللوجو بتاعها. بتتجاب من اي محل. في اي محل. فدلوقتي زي ما قلت 55 ورقة، بنسيب ورقة على الأرض كده. الورقة دي مالناش دعوة بيها، هنسيبها. هقولك دي بنعمل بيها ايه. دلوقتي بيبقى معانا مجموعتين من الورق بيبقوا على بعض، هي بتبقى جاية مع على بعض، بس أنا قسمتها لاتنين عشان أنا وأختي بس اللي هنلعب. فايه أختي التالت الصغير اللي تطلع معايا في كل الفيديوهات، لو انتوا عايزين تطلعوا في كل مرة فايه اكتبوا تحت في الكومنتات. فايه دلوقتي أنا معايا ورق كومة ورق وهي معاها كومة ورق. بس وريهم ورق الكرتيل اهو. بص يبقى كل واحد بياخد 27 ورقة عشان اتنين. بص كده، دي احنا بنحطها في النص بعد ما قسمنا الورق، بتفنطوها عشان متبقاش متفنطة. بنحط دي كده. بعد كده دي هنا فيها ايه الاشكال الموجودة هنا؟ فيها حوت وكيس وفيها نظارة وفيها راجل تعبان وفيها لبن وفيها بطريق وفيها بقرة وفيها منبه. فانا عندي لازم اشوف اول ورقة اللي عندي، يعني ما ينفعش اجيب من النص كده، لازم الورقة اللي عندي اول واحدة. فانا هشوف هنا ايه المتشابه. المتشابه هنا النضارة والنضارة دي. فايه خلاص بحط كده. وانا عندي يعني بص، واختي كان اللي عندها متشابه هنا اللبن اهو. فيلا بقى نحط كده. وانا بقى عندي، انا قلت مثلا ايه، قلت ال بتاع النضارة. بعد كده بص، هي لازم بسرعه، يعني انت ممكن عادي تحط ورقتين ورا بعض وهي لسه ما حطتش عادي. فيلا انت يلا. البتاع ده مش عارفه اسمه ايه، الهلال، الموز، زي هنا الموز متشابهين. فيلا بسرعه بتحاول تخلص ورقك بسرعه جدا. الموز، الكيس البلاستيك. فهي بص بتبقى كده. بعد كده هنا ايه المتشابه بقى؟ الاسد كده. أسد. بقى بسرعه ورا بعض بتاع الاسد تاني. فايه هي اللعبه عباره عن كده، انا بحاول اخلص ورقي في اسرع وقت ممكن وهي تخلص ورقها في اسرع وقت ممكن. فهمتوا نضارة. كده فانا بقى بحاول يعني بسرعه ورا بعض. لكن بص احنا دلوقتي هنلعب جيم من الاول خالص، وهوريكم ازاي بسرعه. فيلا هوريكم ازاي. خلاص هنلعب جيم انا واختي بس كده ونشوف. يلا هنبدا. زي ما هي دي ورقه على الارض وانا معايا ورقه اهي وهي معاها ورقه اهو. انتبه وبسرعه بقى وافهم. بندقة. فبسرعة بس احنا لسه جبناها، فاحنا لسه مش سرعة فيها. عربية تاني. شنب امبريلا. ست الحامل. ايه الكرة الأرضية. الدودة تاني. دودة. مصر. فالجيم بقى هيفضل على كده، يعني هيفضل على كده
نفضل نقعد نعمل كده. كورة أو تكون فايه خلاص عشان ما نطولش عليكم، فان شاء الله كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. صحيح نسيت على حاجة، نسيت هقول لكم ان احنا عاملين مسابقة لاكتر ناس هتجيب مشتركين للقناة عندها هدية مني انا، فيه هدية موجودة، فيلا كله يجيب مشتركين للقناة يلا. واللي تحت اي حد يجيب مشتركين اكتب تحت انا اسمي كذا وجبت عدد المشتركين كذا، ولو حد لسه مشترك جديد في القناة يكتب تحت انا مشترك من عند كذا، من عند كذا، وحد وسيب لي اللينك بتاعه. فبقى خلاص خلاص كده، يبقى كده وصلنا لنهاية الفيديو. فيلا لو عجبكم الفيديو ده اوعوا تنسوا ضغط اللايك للماتين يلا، ولو عايزين برضك اختي تيجي معايا في فيديوهات تاني اعملوا لايكات كتير جدا، لايكات كتير. لو الفيديو ده وصل لأعلى من 50,000 من 50 لايك هتطلع معانا في كل الفيديوهات الجاية. يلا سلام.